صراعات قبلية وعائلية ونفسية، تداعيات الحروب، كوميديا وألغاز وقصص حب مستحيلة من الماضي والحاضر. إليكم أبرز عناوين الدراما الخليجية في موسم رمضان 2022. ترخي الحرب العالمية الثانية بظلالها على سكان قرية خليجية وتطل المجاعة برأسها حين تتسبب الألغام بإيقاف مصدر رزقهم الرئيسي في الصيد، وتستمر التحديات التي تواجه عائلة الطيان السعودية وتتصاعد حدتها تزامناً مع غزو الكويت وحرب الخليج. وتروي الدراما الخليجية هذا الموسم قصصاً عن نساء يواجهن التحديات، بعضهن لا يعرف المستحيل، كعامرة التي تتحدى نفسها والآخرين باستثمارها في أشخاص موهوبين ومشاريع تجارية كبرى، وتحاول فاطمة تدارك خسارتها لبيتها وكل ما تملك، بينما تسعى نورة لهدم ما تبقى من حياتها حين تقرر الكشف عن سر يخص عائلتها. وبعدما تحاول أمينة التأقلم مع واقعها، تأخذ حياتها منحاً غير متوقع. ومع أن حياتها قد تبدو مثالية والكل يحبها، إلا أن كابوساً يراودها يومياً يعكر صفو حياتها. وعلى الرغم من كونها بطلة في الرماية، تعاني هيا من الظلم لكونها من أصحاب الهمم، ما يقف عائقاً في وجه ارتباطها بمن تحب. وتحضر الصراعات الاجتماعية والعائلية على قائمة عروض الدراما الخليجية هذا الموسم، فبعد انتهاء حفل زفاف ابنها تضطر راقصة الحفل للبقاء في منزل عبلة لعدم تمكنها من العودة للبلاد، وتحاول السيطرة على المنزل بطرق ماكرة، بينما يواجه عبد الحميد العاشق للفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ صراعاً من نوع مختلف مع عائلته، وذلك حينما يقرر خوض تجربة الغناء بعمر 60. ومن قال إن الماضي لن يعود؟ فبعد 7 عقود تنكشف خيوط جريمة ارتكبها صديقان، ما يهدد حياتهما الفارهة كرجلي أعمال بارزين مع سقوط الأقنعة عن كل المتورطين، كما يفضح التقصي وراء تضخم حساباتهم البنكية ألغاز التجارة المشبوهة لثلاثة رجال أعمال ولو بعد حين. ولقصص الماضي حصة وافرة من عروض الدراما الخليجية في موسم رمضان 2022، كتلك التي يقدمها الفنان الكويتي داود حسين كما لم ترونه من قبل، إلى جانب قصة أم أخفت هوية ابنتها عن زوجها خوفاً على حياة طفلتها. وبعد هجرته إلى زنجبار تحمل عودة ياسين غير المتوقعة على متن سفينة مهجورة الكثير من الغموض والإثارة، في حين يعيش فايز صراعاً بين حياته ببلدته القديمة وحياة المدينة في الرياض أواخر السبعينيات، ويحاول إحياء قصة حبه القديمة والانتقام ممن دمروها. وتتابعون أيضاً على قائمة العروض التلفزيونية الخليجية في رمضان الكثير من العناوين الكوميدية التي تتنوع بين كوميديا الموقف والقصص الطريفة والسكتشات الساخرة، مع حضور بارز للممثلين السعوديين الشباب هذا الموسم.